65 عاماً مرت على ثورة 23 يوليو 1952، وما زال البحث مستمراً عما تبقى من الثورة الأم في تاريخ مصر الحديث، التي غيرت بشكل جذري شكل وطريقة الحكم والحياة الاجتماعية في مصر. وعلى الرغم من التأثير الكبير لثورة يوليو على واقع المصريين، فإن انحيازاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كانت دائماً محل تساؤلات، وخاصة حول إيجابيات دورها في صناعة تغيير اجتماعي كبير في مصر قام على شعارات العدالة الاجتماعية ورعاية الدولة وإلغاء الألقاب بالناحية، أو سلبياتها مثل ترسيخ الأزمات المصرية وتأجيل الإصلاح وتدمير الثروات من ناحية أخرى. ملفات عديدة لم ينقطع الخلاف حول تأثيرها وجدواها بين مؤيدي ثورة يوليو ومعارضيها، ملفات بدأت بنيات طيبة لكن نتائجها لم ترتقي إلى مستوى الطموحات والتطلعات. لعل أبرز قراراتها مجانية التعليم الجامعي وقرارات التأمين والإصلاح الزراعي وإنشاء القطاع العام وإطلاق مسيرة الدعم الاجتماعي وسن التشريعات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والإيجارية، وأخيراً حل الأحزاب السياسية بعد الثورة. بشكل علني وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة تتخذ الدولة خطوات للإصلاح بغية النجاة من الهلاك، بالسير في طريق آخر غير الذي سلكته ثورة يوليو في غالبية مساراتها، الأمر الذي يضع قرارات الثورة الأم على ميزان النقد والتحليل، لنرصد ما آلت إليه خطواتها وما تركته من آثار.